ويلا حيهم، ارحبوا ارحبوا، فروه فروه، خلوه يفر. عندنا كلمتين حبينا نقولها ونقول لكم السلام عليكم. رجعنا للبث المباشر بعد انقطاع دام لفترة، وتعرفون بقى معصودة هناك، ما عرفنا له، ما عرفنا لها والله بجد، ما عرفنا لها. صحيح فعلا مشاكسين، لكن اعتصدت اعتصدت صح، فوق تحت ما عرفنا ما عرفنا. الطاولة قلبناها برجل واحدة بس، ما في ثلاثة أربع رجول. دورت أنا الطاولة بأربع رجول ما حصلت، حصلنا الطاولة بس برجل واحدة مقلوبة. بنعدلها الحين ما توقف، تسقط تسقط. شوف دود الطاولة برجل واحدة، وقفوها وحطوا غرشة فوقها، وقفوها وحطوا غرشة فوقها، طاولة برجل واحد. خافوا الله يا جماعة، أربع سنين ويقلبون على الطاولة، فوق تحت فوق تحت، قلبوها يمين يسار. راحوا قالوا لهم قلبوا الطاولة، حصلوا ضفدع قاعدين يقلبون حصلوا ضفدع قاعدين يقلبونه يقلبون يا رجال، قال لكم قلبوا الطاولة مو قلبوا الضفدع. حصلوا ضفدع مقلوب، قاموا عدلوه، قالوا له يلا مشي هرب. يا جماعة والله معصودة، معصودة بجد. اعملوا مشاركة شباب، خلوه يفر. عندنا كلمتين هذا بس، دخلنا كم مداعبة لأنه ملخبطة الأمور، ملخبطة من جد. يعني تلقاهم ثورة ثورة يا جنوب، وصاحب الثورة ومشعلها باعوم، حبسوه في المكلة مدري في الشحر، ما خلوه يدخل، وقام ينزل لك تصريح وبيان. ولده فادي، فادي باعوم ينزل بيان يقول لك جايين نطرد الاحتلال. ايش من احتلال؟ الجديد ولا القديم؟ بيطرد الاحتلال، قال اللي خلاه يدخل من صرفية لين الشحر. من اللي منعك الحين؟ الاحتلال خلاك تعبر. ايش من قوة موجودة في المهرة وفي صرفية؟ قوات يمنية، الجيش اليمني جيش الاحتلال خلاك تدخل لين صرفية ودخلت. الحين وصلت الشحر، من اللي منعك؟ قال عيالنا حضارم، ما بغينا نصطدم بهم، ما بغى يقول قوات الضالع صاحب باعوم. لو كان لباعوم تأثير في حضرموت كان شفناه وخلوه يدخل. منهم أصحاب الأرض، أصحاب الخرق، أصحاب الشوارع اللي يقولون ثورة ثورة يا جنوب، ليه ما خليتوه يدخل؟ ليه ما خرجتوا في شوارع المكلة وقلبتوا الدنيا فوق تحت عشان تدخلون باعوم؟ ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب والمطلوب، هذا في القرآن، ما جبت شيء من عندنا، من كلام الله. زي حكاية ذيك الذبابة، حكاية الذبابة، بل إذا سلبهم الذباب شيء لا يستطيعون ولا يستنقذوه منه، كذلك هو ضعف الطالب والمطلوب. لو كان في باعوم شيء خير ما بنقول له افرج عن جماجم، ما بنقول له افرج عن جماجم يا باعوم، بل ادخل المكلة انت بس، دخل المكلة، خلك من جماجم، خله محبوس داخل، الرجال جاي يستقبلك وتصور معك سيلفي من الشباك حق السيارة ودرجوه داخل وخلوه يقول اعترافات ليست بحقيقة، انما تم اجباره، اجبره جماجم عبد الفتاح، جماجم تم اجباره على ان يقول شيء ليس من عنده، اجبروه مرغم. حتى التسجيل الاعتذار حق انه هذا الكلام كله بعد ما دقدقوه، طبعا بيقول من اللي جابك يا جماجم الى 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 حضرموت؟ اللي جابك الى حضرموت عليه ان يخرجك الان، لا نقول يخرجك بل يدخل المكلة، هو باعوم خلوه يدخل المكلة، اذا دخل بعدين خير، ما بنقول خلوه يخرجك، خلوه يدخل المكلة. ايام الثورة والخرق هذا حق علي عبد الله صالح انتهت، انتهت. رفضوا وجودك في عدن، قوات احتلال يمني قالوا، قوات جيش يمني ومش عارف ايش بيطردهم وجايين نحارب الاحتلال واو الى اخره. اي احتلال في حضرموت اللي خلاك تدخل من صرفيت، جيت من عمان ودخلت انت واسرتك وسياراتكم رايحين لين الشحر، قطعتوا 400 كيلو
400 كيلو يا باعوم قطعتها في أراضي يمنية في حضرموت ولن يمسك أحد. اللي منعك هو حليفك اللي تقول عليه جنوب، قال جينا من أجل اللحمة، اللحمة اللحمة ولا الشحمة، من أجل الشحمة الجنوبية. طيب الشحمة الجنوبية درجوك خلوك مبرح في أطراف الشحر، نسمح لهم يخلوك تدخل الآن؟ بنقول له نتصل تليفون نقول لهم دخلوا الرجال وافرجوا عن جماجم، نتصل بهم نقول لهم افرجوا عن جماجم عشان تعرف من اللي سجنوا. ما بقول لك أنا اللي سجنته، أصحابك اللي سجنوا، أصحابك اللي سجنوا جماجم واللي منعوك من دخول، أصحاب جنوب 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 با جنوب. والله ملخبطة الأمور، ملخبطة. وين رايحين؟ أخذوا الدرس يا حضارم، إلى كل من هو حضرمي خذ الدرس. باعوم ما أصبح له صيت وكلمة إلا في المثلث هناك لما كان يظهر ثورة ثورة يا جنوب، لما نالوا مرادهم وحصلوا على ما يريدون. الآن وهم في عدن ومسيطرين على كل شيء عطوه الكراع، حتى المكلمة خلوه يدخل عطوه الكراع. هذا الحضرمي حقكم، خذوا الدرس هذا. وعاد ما معاهم دولة، كيف لو أصبح دولة بيعطوكم الكراع، بيسحلوكم كلكم سهل كما أيام الستينات والسبعينات والثمانينات. حضرمي ستظل مدعوس عند الجنوبي، ولن يرفع لك كامة أو راس أو تشم هوا إلا في ظل الوحدة اليمنية مع اليمنيين. اسمع يا حضرمي، أي إن كان لن يعود لك هيبتك وكلمتك إلا بالوحدة اليمنية. سلبوك وسلبوا اسمك الحضرمي في الستينات وغيروا اسم بلدك وسلطنتك من حضرموت والدولة القعيطية الحضرمية والدولة الكثيرية الحضرمية، تم تغييرها إلى جنوب اليمن. والآن يجي يقول لك مش يمنيين، نحن جنوب عربي، ويدقدقونك. وعاد ما معاهم دولة، باعهم حقك. هو من أعلن أو جاب الشرارة حقهم من داخل الضالع، الآن أصبح ما يقدر يدخل المكلة. ليش؟ لأنه يخالف مختلف مع الزبيدي مع أصحاب القرية والضالع. وعادوا متمسك يقول لك من أجل الشحمة الجنوبية، مش لحمة، شحمة، من أجل اللحمة الجنوبية يقول لك. وعطوه هناك خلوه معلق برا أطراف يا باعوم ادخل بس المكلة إذا أنت تستطيع. ما بنقول لك افرج عن جماجم الذي جاء من أجلك من عدن، ترك عدن عشان يستقبلك، عشان يستقبلك. ما بنقول لك دخول انت الحين افرج عنه، دخول بس انت المكلة دخول. ولحضارم الذين يسعون الى دولة جنوبية، اذا عندكم قيمة ولكم قدرة على الاقل كان دخلتوا صاحبكم ومشعل ثورتكم باعوم الى المكلة، كان دخلتوه بس ضعف الطالب والمطلوب، ما عادش بيده لا باعوم ولا فادي ولا غيرهم. حتى عدروس زبيدي نفسه تخلى عن اصحاب الحراك، اصحاب الثورة ثورة يا جنوب، اصحاب الشارع، اصحاب الخرق، عرف انه ما يجيبون شيء، لا يقدمون ولا يأخرون، عرفهم. راح لمن عدروس زبيدي الان؟ راح للقبائل، اصحاب الراس الصليب، راح للقبائل وجابهم واحد ورا واحد. ما جاب الشيوخ الاولى، لان الشيوخ الصف الاول مع الدولة اليمنية ومع الوحدة اليمنية ومع التحالف العربي ومع السعودية، شيوخ القبائل. راح لمن؟ الصف الثاني والثالث، وبغوهم بالمال بالفلوس، منهم من هو عنده عقدة نفسية، منهم من عنده كذا، منهم ما 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 لهم قيمة، برضو شيوخ القبائل. راح لهم بغاهم بس كأسماء حتى يمرر مشروع الجنوب عبرهم، وبيدقدقهم بعدين وبيسحلهم. قد أكبر كبير في نهد تم سحله في الستينات والسبعينات، وولده الآن قاعد مع عدروس زبيدي اللي قتلوه أصحاب الضالع والمثلث هذا الجنوب العربي، هم اللي قتلوه وسحلوا أبوه. اليوم ولده قاعد معاهم عنادا لمن؟ ما نعرف. عنادا للسعودية، عنادا لمن؟ ما نعرف. تخلوا عن الشارع، عدروس زبيدي عرف انه الشارع ما عاد يجيب شيء،
ما يلقي شيء الشارع. القبيلي حملت البندقية هي اللي من تأتي بشيء. فتركوا الشارع باعهم حس الآن. باعهم حس الآن. انه بيرجع. وبيرجع كيف؟ بيدخل منعوه. منعوه يدخل مكلف. قالوا له برع انت والشارع حقك ده برع وانت والخرقة حقك. الآن عندنا قوات جبناها بارشيت قوات اسم بارشيت ضالعي. يحمل اسم حضرمي. جابوه على اساس انه هو بيسيطر على المكلف بيدخل قوات الجنوبيه الى 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 حضرموت، لكن وقع له لبج في شبوه وتم كسره من هناك ومخنوقين الان. اللي جاب باعوم الى حضرموت نقول له انسى موضوع الحراك، انسى موضوع الخرقه، انسى موضوع علم الجنوب وثوره ثوره يا جنوب. الناس ما تاتي الا بالزناد والعين الحمراء. القبائل عدرو الزبيدي فهمها ولقطها. هذا مشروعي، كان مشروعي انك يا عدرو الزبيدي اذا تبغى جنوب عليك بالقبائل وابناء القبائل. سيبك من الشارع واصحاب الخرقة، ما بيجيبون لك شيء. والنعم فيهم، نحن ما نسب ما نشتم ما نشتم، لكن هذه الحقيقة. انك تأتي بالشخص الذي يؤثر وعليه ثقل. راح الزبيدي جاب اصحاب الثقل، جاب القبائل وحطهم عنده ونسى الشارع ونسى الخرقة وتخلى عنهم. قام باعهم الآن يبغى يرجع ماضيه القديم. قالوا له تعال انت وين رايح؟ رجعوه. قام جماجم يبغى يتعنتر فاكر نفسه في عدن عند اصحابه اصحاب يافع. قاموا كرشوه ذولاك هناك، ما في يافعي في القوات ديك. القوات كلها من الضالع وحضارم، حضارم مع الخرقة مع علم الجنوب. كرشوه حطوه داخل. الآن بنقول لفادي باعهم ولا حسن باعهم. لا تدخل لا تخرج جماجم من السجن اللي هو موجود ويجبرونا على قول ما لا يريد قوله. ما بنقول اخرجه من السجن، بس بنقول لك انت يا حسن باعوم دخل المكلف، بس دخل المكلف. دخل اذا كان عندك حراك على الارض، اذا عندك ناس وجماهير على الارض رونا اياه، نبغى نشوفها. بس دخل المكلف، ما بنقول لك افرج عن الرجل الذي قدم نفسه ضحية عشان يستقبلك في حضرموت. ودخل داخل، درجوه داخل، ويدقدقون الآن، ما نعلم إيش به. كل يوم ينزلون اعترافات عنه، بإيش من طريقة تعذيب ما نعرف، بإيش يخلونه يعترف ما نعرف. هيا الله باعهم، رونا شطارتك الآن، لا تفرج عن جماجم، خلوا داخل، خلوا يموت داخل. بس أنت ادخل، نروينا بس أنك أنت صاحب أرض، وصاحب سلطة، وصاحب كلام مسموع، وصاحب ثورة ثورة يا جنوب، ويا جنوبيين، ولحمة جنوبية، تعال دخل المكلة بس. وثير الشارع ضد قوات الاحتلال اليمني اللي سمحت لك ان تدخل من صرفيت لين الشحر 400 كيلو قطعها فادي باعوم، ما حد كلمه ولا حد مسه بكلمه ولا حد قال له وين رايح. بل انت في ارضك، انت في اليمن، لما وصل الشحر قال له وين رايح يا صاحب الضاحيه الجنوبيه، وين رايح يا ايراني، وين رايح يا كذا. اسمعوا تسجيلات حسين حنشي. والسلام ختام.